شي هاي؟ ما ادري من المبصرة. السلام عليكم، شلونكم حبيبات قلبي؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحه وسلامه وعافيه للجميع، اخواتي واخواني كلكم منوريني، ربي يوفقكم ويرزقكم ستر وعافيه وراحه بال. شنو هاي الغيبه مسيوفي؟ وين رحتي؟ وين جيتي؟ ماكو بالفيديوهات، وين اختفيتي؟ ها شو ما سالتم علي؟ لا احد راسلني، لا احد قال وين رحتي، يعني ما غيبتي طولت عليكم. ان شاء الله بهذا الفيديو راح اقول لكم ليش ما نزلت فيديوهات وشنو السبب، واعتذر جدا من صديقاتي صاحبات القنوات، ان شاء الله هم راح يعرفون بهذا الفيديو. لا متفاعله وياهم ولا يعني مسويه اي شيء، لان السبب ان شاء الله بهذا الفيديو راح اشرح لكم. هسه خلينا ويا الفيديو مالتنا. واحده من الاخوات قبل تقريبا اسبوع او اكثر رادت طريقه العجن والخبز، وان شاء الله هاي الطريقة مالتي تعجبكم. مثل ما شفتم بالبداية خليت طحين نخلته، بس ما نخلته وياكم، ما اريد الفيديو يصير كلش طويل وممل. نخلت الطحين بعد ما نخلته، خليت خمرة وخليت شوية حليب شي اختياري وشوية سودة والملح بالاخير، وعجنته هنا. بعد ما عجنت وكملت، لان شوي سرحت لكم الفيديو بالعجن لان شلع قلب العجين، لان الردانات كل ساعة اوخرهن. وهنا أنا خليت ان المي هاي قبل اسبوعين، مو هسه تقولون باردة الدنيا وتخلون ثلج، لا هذا قبل لا تبرد الدنيا. هذا الفيديو صار له تقريب بالاسبوع انا مصورته، مو يعني البارحة لو اليوم لا. وخليت ان مي بارد بالترمز، لان الجهال تعرفون واحد كل ساعة يفتح الثلاجة بالترمز افضل. وهنا أنا بعد ما كملت، تعرفون هواي شغلات الشغل ما يخلص، الحمد لله والشكر ما دام ربي مطينا عافية الحمد لله نقضي شغلنا علينا، وهو كله بأجر أو ثواب. هنا أنا غسلت تكرمون الأحذية مالتهم والبوتينات مال المدارس، لأن كان بوقتها يعني عطلة، وعد هاي يعني قسم صار انقياسهم وقسم ما كفن لهم. هم اللي يعني الزينات اعطيهن مثلا لواحد اللي يستفاد من عتين يلبسن، والتالفات لا تعرفون واحد يذبهن. والحمد لله والشكر على كل حال. هنا أنا العجين مالتي بعد شويه ويلا يختمر، رجعت غطيته وبعدين رجعت له، وراح اشارككم بطريقه الخبز. بس الخبز والله مو هالقد، لان صار لفتره كلش طويله ما خابزه. نجيب كل خبز جاهز، ابو سيوف يجيب خبز جاهز من هذا من الفرن، فدائما يقول يعني انت عليك هوايه مثل شغل البيت، تعرفون واحد الشغل ما يخلص، وهو صراحه هم يحب الخبز البرا يفضل على الخبز مال البيت، كل من حسب رغبته. ولو هي خبزه البيت الناس ابرك تقول وبيها يعني تحب خبز البيت افضل من الخبز مال الفرن، بس بعد كل من قلت لكم حسب رغبته. ونفس الوقت هم والله صراحة خلصانة من العجن والخبز، هم يريد له وقت، تعرفون بيت ومدارس، وواحد يعني مرات يعني هم مثل يتكاسل يعني كل الشغل عليه. وما دام ربي شوية مطينا صحة وعافية نقوم نقضي الشغل علينا، لا تعرفون هي شغلات مو بس عجن وخبز، البيت يراد لفر من الصبح والعصر هاي كله نفطر. بس رغم ذلك ان شاء الله ربي مطينا كله بأجر وثواب، ماكو شيء بدون يعني مثل مأجور عليه، كل شيء شغل البيت هذا أجر وثواب الحمد لله. هسه أقولكم سبب الغياب مالتي، والله سبب الغياب مالتي هواي مصورة فيديوهات، ومرات من أكمل الفيديو أتعاجز أحذف النفس، صارت هواي عندي فيديوهات بالملفات، وتعرفون الواتساب الحبايب يدزن فيديوهات ويدزن مقاطع، فيتحمل صار كله ثقل بالذاكرة مال الموبايل، فالموبايل الذاكرة ممتلئة، قام الموبايل ما يلمس الموبايل طفى بوحد، اللي خابر علي على الواتساب ما يحصلني، حتى الواتساب مالنا بالبيت مال زوجي ادق على الموبايل مات يعني يمنه وما جاي يحصل، شنو ثقل يعني الموبايل كلش يعني مو شلون ما كان قام يعني الموبايل يطفي الشاشة تصير سودة، بحيث بعد كل شي ماكو، قلت هذا عطل الموبايل بالليل، رحت قلت له خلينا نمشي اكو مصلح بالليل، قال لي اكو بالقطاع صديقي، رحنا له قال لي الموبايل كل شي ما بيه يضاد لفرمته، الموبايل ما بيه شي بس ثقل ما بيه اي شي.
لان الموبايل تعرفون انا على ايدي صح صار مثلا هواي ومرات حتى يعني بنرد عليكم والله بالتعليقات يعني يشلع قلبي، بس رغم ذلك نمشي اموري الحمد لله. شلون قلت له؟ قالت فرمتينا، فما انا ما اقدر افرمته لان تعرفون الواتساب وال يعني هواي عندي برامج. فقلت له قال لي اذا تريدين نقلم يعني شكو بالموبايل وتعال نفرمته. بعد تعرفون الموبايل مو بسهولة تفرمتونه، هواي مثل بي لازم اخذ الايميل، اخذ الهاي مال القناة مال الانستا مال التيك توك مال يعني هواي برامج تعرفون. فرجعت للبيت ما فرمتيته، قعدنا انا وشهد حذفت هواي فيديوهات، دخلنا للملفات يعني هواي كلش حذفنا. بعدين الموبايل والله شويه الله يعني شويه صار خفيف، قام يلمس، قمت يعني الواتساب احد يعني من يخابرني حصلني الحمد لله، قلت هسه شويه احسن. فصاير كلش هواي علي يعني الفيديوهات والهاي، وقسم هواي والله من الفيديوهات حذفتهن، قلت خليهن حشاكوي ولن بعدين اصور انا ما دام يعني يومي تعرفون تنظيف وطبخ واحد يقدر يصور فيديوهات، بس خلي الموبايل يشتغل، اريد امنتج فيديو، انا عندي فيديو مكملته حتى الفيديو هم حذفته لان ما اقدر يعني وين اوديهن يعني هواي الخزانه صايره بيها. فالاريد انا اتواصل ويا البنات اشاهد لهم، ما اقدر ادخل، لا اقدر ادخل اليوتيوب، لا اقدر اعلق، لا اقدر هذا اللايك ما اقدر اطيه. فاعتذر جدا من اخواتي ان شاء الله هسه اليوم اقدر شوية يعني امنتج بيه يعني اقدر قبل كم يوم يلا وقسم اصور فيديوهات ان شاء الله الجاي افضل، ومرور الوقت ان شاء الله اذا الله وفقني اجيب له موبايل اغير هذا الموبايل، لان شوي هذا الموبايل هم يتعبني، بس رغم ذلك التيك توك مالتي مسحته حتى التيك توك ما اقدر ادخله صراحه. فمن مسحته الرمز مالته موجود، هو عندي مو ما موجود، بس يعني بعد ما مرجحته بعدني لحد الان، احتمال لو ارجعنه لو اغيره بعد شوف شلون. والتيك توك مالتي يعني مو كلش صاعد، تقريبا 5000 هيجي يعني مو كلش يعني مثل بي هواي متابعين، والتفاعل مو كلش قوي، يجوز احتمال اغيره اذا بعد اشوف شوف شلون تصير. وشكرا لكم بذاك الفيديو تعليقاتكم الحلوه، وشكرا على كل شيء جاي تقدمونه الي، ربي يوفقكم ويرزقكم اخواتي وصديقاتي كلكم منورين القناه، وبوجودكم ان شاء الله قناتنا تكبر، وبيكم هي تكبر، الفضل لله سبحانه وتعالى ثم يعود لكم. واعتذر اذا بعدني لحد الان قسم من عندكم ما رد على التعليقات، قلت لكم سبب الموبايل مالتي صح انا مرات اتاخر عليكم يوم يومين، بس مو يعني هالقد انا اتاخر عليكم بالرد على التعليقات. ان شاء الله من راح امنتج الفيديو راح اروح اقرا كل تعليقاتكم الحلوه واستمتع بيها، طبعا مرات والله من اضوجن ارجع للتعليقات اشوف انها كلش حلوه. وهنا شهد وانا وجنات اتفقنا نجيب هذا الفواكه المجففه، هي صح من زمان نزلت بس ما جايبينها، جواري نعد بيج هو يبيع بين هاي الشغلات، شنو الفواكه اشكال المجففه يعني كل شيء موجود عنده، بس هاي طلعت مو مجففه فواكه، هاي طلعت بالبراد مو يعني المجففه اليابسه اللي تقروط، فصراحه ما عجبتني. هذا بطيخ، جنات تقول هذا نوم بصره، قلت لها لا مو نوم بصره، هذا الليمون ميبسينه والبرتقال، بس الليمون والبرتقال يعني فاشل حتى اللون مالته مو هالقد وما بي اي طعم ذبيناه، والبطيخ البطيخ يعني صراحه مسوي لعب النفس حتى ريحته مو طيبه مو